إبراهيم أشكال المستقبل للصف الثالث الإعدادي. الموضوع بقى سهل جدا وبيجي بس في سؤال الري رايت، مش هيجي في الاختيار من المتعدد، فأصبح الموضوع سهل جدا. وهناخد الخلاصة بالظبط بتاعته، الخلاصة بالظبط زي ما هو شعارنا، الخلاصة بدون تعقيد في قناة ذا تيتشر. أول شكل من أشكال المستقبل هو استخدام ويل، ويل بمعنى سوف، ويل بيجي بعديها قبليها فاعل وبعديها فاعل في المصدر، ويل قبلها فاعل وبعدها فاعل في المصدر. يبقى المفروض منك ان انت تبقى عارف ويل بيجي قبلها فاعل وبعدين فاعل في المصدر. زي ما اقول I think it will rain tomorrow، انا اعتقد انها سوف تمطر غدا. الطريقة الثانية من اشكال المستقبل وهي استخدام be going to. be going to برضو بمعنى سوف او بمعنى ينوي. البي ديوت اللي هو فيرب تو بي يتحول الى ام واز وار، وبعد كده going to وبعدين فعل في المصدر بالشكل الاتي: ال I هتاخد am، ال you وال we وال they وأي اسم جمع ياخد are، ال he وال she وال it أو أي اسم مفرد ياخد is، بعد كده بجيب going to وبعدين فعل في المصدر. زي ما أقول we are going to visit أسوان، نحن ننوي أو نحن سوف نزور أسوان. تمام، يبقى going to بعرف إن بيجي قبلها يا am يا is يا are حسب الفاعل، وبعديها to وبعدين فعل في الإيه في المصدر. دي أول جزء. بعد كده الطريقة الثالثة أو الشكل الثالث للمستقبل هو استخدام المضارع المستمر. المضارع المستمر يتكون من am is are وبعدين verb آخره ing، اللي هي ال am بتيجي مع ال I، ال is بتيجي مع ال he وال she وال it، وال are بتيجي مع ال you وال we وال they. تمام، يبقى المضارع المستمر تاني يتكون من am أو is أو are حسب الفعل وبعدين verb آخره ing، زي ما أقول they are visiting Alex، هم سوف يزورون الاسكندري. بعد كده المضارع البسيط، المضارع البسيط بيجي مع المواعيد الثابته زي مواعيد القطارات والبرامج التلفزيونيه والدروس وغيره. يبقى المضارع البسيط سهل برضو. المضارع البسيط التكوين بتاعه ايه؟ لو الفاعل مفرد زي الهي شي ات او اي اسم مفرد زي بوي، بنحط الفاعل يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اس، هي غالبا بتبقى اس، يبقى في النهايه اخرها اس، او ان الفعل في الجمع أو أن الفعل في الجملة دي مش كاتبها. لو الفاعل أي أو يو أو وي أو أي اسم جمع يبقى فعل في المصدر. يبقى المضارع البسيط تاني يبقى فعل في المصدر أو فعل مضاف له إس. لو في إس مضاف لي إس بيبقى مع الهي والشي والإت أو أي اسم مفرد إس أو إي إس أو أي إي إس. انما لو اي ويو ويو زي يبقى فعل في المصدر. زي الجمله دي that rain leaves at 9 PM، القطار سوف يغادر الساعه 9. القطار هنا مفرد، حطيت للفعل اللي هو leave يغادر فعل الاس حرف الاس. او لو جمعت train هتبقى that rains القطارات يبقى leave تغادر، يبقى دي فعل في المصدر at 9 PM. يبقى هو ده الشكل المبسط لاشكال المستقبل. طب بيجي فيها ازاي في الامتحان؟ بيجي في سؤال الري رايت، مطلوب مني برضو ابقى عارف الاشكال اللي جايه دي. وفي سؤال الري رايت بيجيب لك السؤال بيحتوي على الكلمات اللي هنقولها حاليا او الافعال اللي هنقولها دلوقتي. اول كلمه هي كلمه بلان تو، وبيجي بعديها فعل في المصدر. دي بلان تو هي معناها يخطط. ديسايد تو بعدها فعل في المصدر بمعنى يقرر. انتند تو بعدها فعل في المصدر وبمعنى ينوي. الثلاث اشكال دول هما بديل جوينج تو. طب قلنا going to وبيجي قبليها am او is او are. لو am قلنا يبقى I، is بتبقى he she it، we are تبقى you we we they. تمام، يبقى انا هعمل ايه لما الاقي الكلمات ديت اللي هي plan to decide to intend to؟ بعمل ايه؟ بحذفها وبستخدم قبلها going to، وقبل جوينج تو هستخدم يا ام يا از يا ار. يبقى لازم ابقى عارف لو الفاعل مفرد هستخدم از، لو الفاعل جمع هستخدم ار، لو الفاعل اي هستخدم ام. زي الجمله دي ساره بلاند تو سبيند ذا ويك اند ان الكس، ساره تخطط ان تقضي اجازه نهايه الاسبوع في الاسكندري. قال هنا استخدم جوينج تو. تمام، انا حافظ ان جوينج تو يجي قبليها ايه؟ يا ام يا از يا ار. هنا ساره فاعل هي اللي هبدا بيها، يبقى ابدا ساره، احذف ايه؟ احذف planned to واستخدم going to. بس قبل ما استخدم going to لازم ابقى عارف احط يا ام يا از يا ار. ساره مفرد اللي بعوض عنها بشي، وشي بتاخد از، يبقى ساره از
going to واكمل جملة عادي يبقى سارة is going to spend، تعرف شوية لو سمحت يا مريم، spend the week in Paris. يبقى الموضوع بسيط جدا، شلت بس الكلمة المشابهة اللي هي planned to وحطيت going to بس قبليها يا ام يا از يا ار، سارة المفرد حطيت قبلها is، يبقى سارة is going to spend the weekend in Alps. الشكل التاني من الريرايت ان انا عندي فيه كلمات اسمها promise to بمعنى يوعد، و expect to، expect بيجي بعديها مفعول او شخص، وبعدين to وبعدين فعل في المصدر. تمام، يجي اكسبكت شخص او تو وبعدين فعل في المصدر، اكسبكت بمعنى يتوقع. بعمل ايه برضو؟ هي ديت بدائل ويل. يبقى ويل يجي قبليها فعل وبعديها فعل في المصدر زي ما انا عارف. يبقى الحل لما يجي لي في الريرايت ان انا بحذف بروميس تو واكسبكت تو وبحط ويل وقبليها فعل وبعدين فعل في المصدر زي الجمله دي: ماي فاذر بروميسد تو باي ا كار، ابي وعد بشراء سياره، ويل استخدم ويل. تمام، انا عارف ان well هي بديله لمين؟ لبروميس تو، يبقى انا هشيل بروميس تو واعمل جملتي عادي، يبقى my father will buy a car، ابي سوف يشتري سيارة. هنا جمله فيها expect بمعنى اتوقع، I expect ليلى to come first in the competition، أنا أتوقع إن ليلى ستأتي الأولى في المسابقة. إحنا قلنا هنحذف expect to two، يبقى expect to، الفاعل هو مين هنا؟ هيبقى ليلى، سوف تأتي الأولى في المسابقة، يبقى ليلى will come first in the competition. تمام، دي الطريقة الأخيرة اللي جاية. المضارع البسيط، المضارع البسيط زي ما اتفقنا لو الفاعل مفرد هحط للفاعل اس، لو الفاعل جمع هيبقى فاعل في المصدر. هنا our English lesson is at 11 a.m. tomorrow، الدرس بتاعنا اللي هو بالإنجليزي هيبدأ الساعة 11 صباحا غدا، وقال يبدأ بستارتس. أنا حافظ خلاص لما ستارتس فعل آخره اس يبقى ده مضارع بسيط، يبقى لازم أحط قبلها فاعل. فين الفاعل هنا؟ اللي هو our English lesson، يبقى our English lesson، أجيب بقى الفعل starts at 11 a.m. tomorrow بشكل مخصص. تمام، في بعض الملحوظات، لو أنا في السؤال في الريرايت جاي هاف وبعدها التصريف الفعل، تصريف الفعل تصريف السادس للفعل هيكون من ضمن الافعال اللي احنا قلناها، بيتم حذف هاف زي التصريف السادس للفعل وبستخدم نفس الطريقه زي الجمله دي: they have arranged to take the sleeper train to Aswan tonight. تمام، وهنا قال لي استخدم take، هعمل ايه؟ taking طالما الفعل اخره ان جي بعدين المضارع المستمر، يبقى لازم قبلها يا ام يا از يا ار وبعدين اجيب الفيرب اخره ان جي. تمام، واحذف المشابه ليها، ايه المشابه ليها؟ قلنا arranged واخد have معاها، يبقى have arranged to تحذف وابدا بالفاعل they taking، لازم يبقى قبليها يا ام يا از يا ار، هنا they جمع يبقى they are، بعدين take تبقى taking the sleeper train to Aswan tonight. في حالة السؤال باستخدام be going to، احنا قلنا be going to ال be بتتحول ل am و is و are. في حالة السؤال هيكون الشكل كالآتي: am أو is أو are على حسب الفعل، تبقى في أول السؤال، بعد كده بجيب فعل، بعد كده going to، بعد كده فعل في المصدر. يبقى am أو is أو are فاعل، am أو is أو are فاعل، going to بعد كده فعل في المصدر. زي السؤال ده: has she decided to travel abroad؟ هل هي قررت أن تسافر إلى الخارج؟ إحنا قلنا decided من ضمن الأفعال اللي تساوي going to، يبقى decided to هتتحذف، وhas هتستبدلها بام أو is أو are،
يبقى هنا مين؟ شي تاخد از، يبقى از شي. بعد كده خلنا ديسايد تو هنشيلها ونخليها جوينج تو، جوينج تو ترافل تو، لا ترافل ابرود. تمام، ده اللي هو سؤال الري رايت على اشكال المستقبل بشكل مبسط ان شاء الله. ومثلا هنضرب عليه من كتاب المعاصر. كتاب المعاصر صفحة 24. السؤال الأول: They have arranged to take the sleeper train to Aswan tonight. وقال هنا استخدم taking. طالما في آخرها ING يبقى ده مضارع مستمر، يبقى قبلها أم يا إز يا آر، ونحذف الكلمات مشابهة ليها أو الأفعال المشابهة ليها اللي هي arranged، وقلنا طالما قبلها have أو has بنحذفهم كلهم على بعض، يبقى هنحذف كده. تمام، وأول زي زي هتاخد ار، يبقى زي ار taking the sleeper train، وكمل عادي للجملة لحد الآخر. السؤال الثاني: My father promised to buy a tablet for me for my sister. My father promised to buy a tablet for my sister. وقال لي استخدم will. will قلنا ان هي تساوي promise او promised to، يبقى promised to هشيلها خالص واحط مكانها will، يبقى my father will buy a tablet، وكمل الجملة for my sister. السؤال اللي بعد كده: my year's cousin planned to visit Cairo. وقال لي استخدم going. going قلنا تساوي ايه هنا؟ تساوي planned اللي هي بلان تو او بلان تو في زمن الماضي، يبقى بلان تو هنشيلها خالص ونستخدم جوينج. واحنا اتفقنا ان جوينج بيجي قبلها يا ام يا از يا ار. هنا ميار ذا كازن يبقى ابن خال ميار او ابن عم ميار، يبقى ده مفرد يبقى هياخد از، يبقى اقول ميارز كازن از جوينج تو فيزيت كايرو، وكمل الكلام. السؤال اللي بعد كده: Our plane is at 9 p.m. وقال استخدم leaves، فعل آخره إس، يبقى كده مضارع بسيط، يبقى قبليه فاعل وبعد كده الوقت. يبقى الفاعل هو Our plane، يبقى الطائرة، يبقى Our plane طائرتنا، بعد كده فاعل leaves. Our plane leaves وشيل إز، يبقى at 9 p.m. الطائرة بتاعتنا هتغادر الساعة 9 مساء. السؤال بعد كده: Ali's intention is to be a doctor. يبقى نية علي ان هو يكون دكتور، وقال استخدم going to، ان هو intend ينوي intention نية، يبقى intention هي اللي هتشال intention، وقال استخدم going to. قلنا going to بمعنى سوف او ينوي، ويجي قبلها يا am يا is يا are حسب الفاعل. يبقى هنقول علي، ألي مفرد بياخد إز، يبقى ألي إز. بعد كده going to، هنا عايز استخدم إز. إز لو رجعتها لمصدرها، احنا قلنا going to بيجي بعدها فعل في المصدر، يبقى الإز والآم والآر بتتحول إلى بي اللي نرجعها لمصدرها تبقى بي. يبقى ألي إز going to be a doctor، ألي ينوي أو سيكون دكتور. تمام، يبقى السؤال ده كده تاني: going to بيجي قبلها يا آم يا إز يا آر. يبقى هنقول تاني ألي بياخد إز، يبقى ألي is going to be a doctor. السؤال بعد كده: Has she decided to travel abroad؟ حلنا من شوية going to قبلها أم يا إز يا آر، وقلنا هنشيل في حالة السؤال going to بيبقى قبلها إز أو أم أو آر، بعد كده بجيب فعل، بعد كده going to، بعد كده فعل في المصدر. يبقى شيل has، she بتاخد إز، يبقى إز she decided to، دي تساوي going to، يبقى شيلها واحط going to. بعد كده فعل في المصدر travel abroad. وكده يبقى حلينا أسئلة كتاب المعاصر على أشكال المستقبل، وسيتم رفع برضو حل أسئلة كتاب جيم بإذن الله تعالى دلوقتي برضو إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.